مسي عليكم بالخير أعزائي المشاهدين. الأجواء الحالية أجواء معتدلة وتصل درجات الحرارة بوجه عام على أغلب المناطق ما بين 21 إلى 26 درجة مئوية. استمرار في الرياح الشمالية الغربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تصل سرعتها ما بين 6 إلى 28 كيلومتر في الساعة. أيضا استمرار في ظهور بعض السحب العالية المتفرقة وفرص الأمطار واردة لكنها ضعيفة وخفيفة متفرقة على بعض المناطق راح تستمر معنا حتى نهاية هذا اليوم. من بعدها راح تتراجع فرص الأمطار. متوقع أن الأسبوع القادم راح يكون أسبوع مشمس معظم الوقت وأجواء راح تكون لطيفة ومناسبة جدا لممارسة جميع الهوايات الخارجية. وبالنسبة حق اللي يسألون الوسم وأمطار الوسم ووين أمطار الوسم، من المتوقع أن تأثير تغيرات المناخ مأثر على دولة الكويت بشكل ملحوظ وزحف الفصول أيضا مأثر علينا. إن شاء الله الأمطار جاية بالطريق مع نهاية هذا الشهر. الأجواء الحالية في مدينة الكويت أجواء نوعا ما غائمة وتصل درجة الحرارة الحالية إلى 25 درجة مئوية، الرطوبة النسبية تصل إلى 39%، الرؤية الأفقية ممتازة تتجاوز 10 كيلومتر، رياح حاليا متقلبة الاتجاه في مدينة الكويت تصل سرعتها إلى 12 كيلومتر في الساعة. صور الأقمار الصناعية خلال 24 ساعة الماضية تبين لنا عبور السحب على بعض المناطق في دولة الكويت وكذلك على أغلب المناطق في شبه الجزيرة العربية. حاليا دولة الكويت تقع تحت تأثير امتداد منخفض السودان الموسمي اللي مأثر علينا برياح متقلبة الاتجاه ما بين شمالية غربية إلى جنوبية شرقية أحيانا مع استمرار في عبور بعض السحب العالية المتفرقة خلال هذا الأسبوع. الأجواء المتوقعة في منتصف هذه الليلة أجواء معتدلة تميل نوعا ما إلى البرودة ومتوقع تصل درجات الحرارة على أغلب المناطق البرية ما بين 18 إلى 22 درجة مئوية. استمرار في الرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة 6 إلى 28 كيلومتر في الساعة. من المتوقع أن تستمر معنا هذه الأجواء حتى ساعات صباح الأولى من يوم الغد، لكن أيضا متوقع أن تكون الحرارة المحسوسة في صباح يوم الغد أقل من المعدلات المسجلة بحول درجتين إلى 3 درجات مئوية. أيضا ننصح أولياء الأمور في صباح يوم الغد أن يعطون عيالهم الصغار خاصة قبل لا يروحوا المدرسة جاكيت خفيف، لأن من المتوقع أن يحسون ببعض البرودة خاصة أثناء وقفتهم في طابور الصباح. منتصف يوم الغد ترجع الأجواء معتدلة وتميل إلى الدفء ومتوقع تصل درجات الحرارة بوجه عام ما بين 29 و30 درجة مئوية على أغلب المناطق البرية وكذلك الجزر مع استمرار رياح شمالية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة. أيضا متوقع تكون أجواء نوعا ما رطبة نسبيا خاصة على المناطق الساحلية وداخل البحر. البحر خلال يوم الغد راح يكون خفيف إلى معتدل الموج، يصل ارتفاع الموج نهار يوم الغد ما بين 1 إلى 4 أقدام، أما مساء ما بين 1 إلى 2 قدم، ولازلنا في فترات الحمل اللي تكون فيه تيارات الماي قوية. المواقيت بإذن الله حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت، موعد أذان الفير الساعة 4:46، شروق الشمس الساعة 6:07، أما موعد أذان المغرب الساعة 4:56. الطقس المتوقع في مدينة الكويت خلال الأيام الخمسة المقبلة متوقع تكون أجواء مشمسة معظم الوقت مع ظهور بعض السحب العالية المتفرقة على أغلب المناطق. الرياح في يوم الغد راح تكون متقلبة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة تصل سرعتها ما بين 8 إلى 30 كيلومتر في الساعة نهارا، أما مساء ما بين 6 إلى 20 كيلومتر في الساعة. ابتداء من يوم الاثنين حتى يوم الخميس راح يستمر معنا الهواء شمالي غربي الى متقلب الاتجاه، ايضا راح يكون خفيف السرعه 6 الى 26 كيلومتر في الساعه. بالنسبه لدرجات الحراره العظمى المتوقعه خلال الايام الخمسه المقبله متوقع تصل ما بين 29 الى 31 في مدينه الكويت، لكن ايضا متوقع تكون اقل من هذه المعدلات على بعض المناطق خاصه الشماليه والشماليه الغربيه من البلاد. اما الصغرى المتوقع في مدينه الكويت ما بين 14 الى 15 درجه مئويه، ونذكركم ان من المتوقع ما استمرار الهواء الشمالي الغربي ان راح تكون الحراره المحسوسه اقل من المسجله. اعزائي المشاهدين الى هنا تنتهي جولتنا الجويه ونعود بكم الى الاستديو وزملاء حنان كمال ومحمد فهد، لكن بعد هذه الجوله لدرجات الحراره في بعض العواصم والمدن حول العالم.